شكرا للسادة المكرمين وشكرا للسادة وسائل الإعلام لالتقاطهم الصور التذكارية الجماعية. أما التكريم الآن فهو لرعاة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 32، مؤسسة الشارقة للإعلام ومركز الشارقة الإعلامي. يتفضل الشيخ سلطان بن أحمد السلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام ورئيس مركز الشارقة الإعلامي للسلام بن عبد الكريم صاحب السمو حاكم الشارقة.